هل تستمر معاناة سكان غزة بعد تجاوز عدد القتلى والجرحى عتبة 100,000؟ أهلا بكم في نقطة حوار. ما زالت ردود الفعل تتوالى على حادث مقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة المئات في شمال غزة خلال عملية توزيع مساعدات إنسانية. عدة دول انضمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة في دعوته لإجراء تحقيق مستقل، وطالبت فرنسا بالحقيقة والعدالة فيما يتعلق بدور الجنود الإسرائيليين في الحادث. الولايات المتحدة بدورها منعت صدور بيان لمجلس الأمن يحمل إسرائيل مسؤولية مقتل الفلسطينيين، أما الجيش الإسرائيلي فقال إن عددا من الجنود شعروا بالتهديد وأطلقوا النار بصورة محدودة، مشيرا لوقوع تدافع جراء إطلاق النار أسفر عن قتلى وجرحى. يأتي هذا في الوقت الذي تخطى فيه عدد قتلى وجرحى حرب غزة وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية عتبة 100,000، فما فرص إنهاء الحرب الآن؟ معكم إيمان القصير. شاركونا الرأي هاتفيا، الرقم هو 00442033875-2989 أو على فيسبوك ومنصة إكس. ونستهل كدأبنا ما عينا من الآراء نستقيها من على منصتي إكس وفيسبوك تعليقا على النقاش والأسئلة التي طرحناها على حضراتكم اليوم. أسماء مصطفى أجابت على سؤالنا المتعلق بمن لديه القدرة على إيقاف الحرب، وقالت أسماء: تستطيع الدول المساندة لإسرائيل إيقاف الحرب حتى وإن أبت إسرائيل نفسها، لكن هذه الدول هي التي تريد استمرار الإبادة. الحديث هنا لأسماء. أما هشام نصير فعجز عن تحديد إجابة لسؤالنا لأنه يرى أن الحرب ما هي إلا إبادة جماعية بمباركة الغرب والمجتمع الدولي. هذه عينة من الآراء كما قلت في البداية، رصدناها طبعا وسوف أحاول استعراض البعض بمزيد من التفاصيل من الآراء لاحقا في سياق هذه الحلقة. دعونا نرحب بداية بمن انضم إلينا عبر خدمة الزوم في هذه الأثناء بينما أتحدث إليكم، معي الأساتذة خالد حماد من ألمانيا، معاذ ملكاوي من الأردن، ومحمد نعيم من رفح. أهلا بكم ومرحبا جميعا، سنستطلع آراءكم بعد قليل، ولكن في البداية خلونا نبدأ ونستطلع بعض ما تم تداوله من آراء فيما يتعلق بما جرى في هذا الحادث تحديدا. معي حسن على الهاتف الآن وهو من شهود العيان على ما جرى. حسن أهلا بك. حسن تسمعني تمام؟ نعم نعم أسمعك. طيب لو تحدثنا عن مشاهداتك لما حدث في هذا الحادث تحديدا ومسألة إطلاق النار، ما الذي جرى؟ الحقيقة كان هناك موجود آلاف، يعني ما بقدر أعطيك رقم كم عدد الناس اللي كان موجود هناك، بس كان آلاف الناس المساعدة. ومع الأسف حسن فقط سأطلب منك أن يعني تستمر معنا على الهواء، ولكن نريد أن نضبط الصوت معك والاتصال بشكل أفضل. نحن نقدر بأن الاتصالات فيها مشكلة كبيرة مع قطاع غزة الآن، ولكن إلى أن يحاول الفريق معاودة الاتصال بك مرة أخرى أرحب بميسرة على الهواء على الهاتف. ميسرة صحيح معك أسمعك الآن، خطك أوضح بقليل من حسن. أهلا بك معنا ومرحبا، حدثنا عما شاهدته ميسرة في خلال هذا الحادث. تمام. الساعة 3:30 تقريبا الفجر كنا نستنى المعونات تخش من معبر من طريق النابلسي اللي جاي من الوسطى. مرقنا اول 3-4 شاحنات مع تقدم دبابه للتامين لها. بعد 5 دقائق تقريبا باشرت الدبابه ومدببات من ورا والكوات كابتر تطبخ عنا.
من دون سابق إنذار. لم يتم تنبيه الناس بشكل أو بآخر من خلال مكبرات صوت مثلا بالابتعاد والتريث؟ لا لا لا، دغري باشرت قوات الاحتلال باطلاق النار على الناس. من الدبابات؟ استشهد ناس. دبابات وطائرات مسيره. طيب كيف ميسره، كيف علمتم بامر هذه الشاحنات ودخولها في هذا التوقيت؟ حتى لو تروحي انت الحين لو في كاميرات في هذا الوقت على الدوار النابلسي او 17 في منطقه 13 على طريق الرشيد بتلاقي الناس قاعده بتستنى. الناس بتستنى من هيك وقت للفجر. طيب هل عندك فكرة ما ولو تقديرية لعدد الناس الذين احتشدوا في انتظار هذه المساعدات عندما وقع الحادث؟ 26 الشهر يوم المجزرة كان أعداد الناس، أعدادهم كان 5000 نفر. 5000 قرابة 5000 نفر على مرة عين. وكلهم جاءوا من أماكن بعيدة يا ميسرة؟ كلهم جاءوا من أماكن بعيدة؟ من بيت حنون، من ذبح انا مشيت 20 كيلو لما نوصلت. انا مشيت 20 كيلو. طيب انا مشيت 20 كيلو لما نوصلت. طيب ميسره اللي على البس. نعم. كيف كان المشهد عندما تم اطلاق النار؟ ما الذي حدث تحديدا؟ هل شهدت بام عينيك وقوع اصابات او جرحى او قتلى امامك في هذه الاونه؟ أختصر الكلام ككل في الحديث عن الإطلاق النار. أنا رأيت شخص ماكل طلقين في ظهره وهو معاه كيس طحين. عابض كيس طحين زي الطفل الصغير، عارض الكيس وهو بنزف قاعد. أغلب أكياس الطحين تلن دم، الشوارع تلن دم. الناس انا رايح يموت البني ادم عشان اروح بكيس طحين. اذا انا ما متش انا في الطريق هذا، انا متت لما روحت اني ما اخذتش كيس طحين. طيب يا ميسره، قيل من الجانب الاسرائيلي بانه كان هناك مسلحين في محيط من تجمعوا للحصول على هذه المساعدات، وبالتالي ما تقوله الروايه الاسرائيليه هو استشعار الخوف مما أدى لإطلاق النار وحدوث تدافع. قيل أن عدد الإصابات زاد بسبب التدافع. التدافع بيجيش على إطلاق النار، فيش إطلاق نار. لا، فيش حد كان مسلح، اللي مسلح بكون ماخذ معاه عصاية عشان يحمي كيس الطحين اللي معاه بس. يحمي كيس الطحين تاعه بس. أو المعلبات اللي بده ياخذها، غير هيك لا لا، فيش. اللي ماشي 20 كيلو واللي ماشي 10 واللي ماشي 25 كيلو معاه سلاح معقول؟ ما ظنيش. طيب ما ظنيش حاجه، لا لا. طيب يا ميسرة، أنا أشكرك جزيل الشكر طبعا على مشاركتك معنا في حلقة اليوم، وربما نتمكن الآن من الاستماع بشكل أوضح لحسن، تم ضبط الاتصال به. حسن، في الحقيقة أنا كنت متواجد، أنا لما دخلت الشاحنات دخلت في الدبابة، وكنت أرخي والمدينة في الدبابة اللي تحت يعني 10 متر، بتكون طبعا منبطح على الأرض، وكان بشكل عشوائي يعني الدبابة. أنا أتكلم في مسلحين يعني كبير، الواحد اللي كان معاه 19 سنة كيف تحصل عليه أو كرتون غذائي أو زي كانت معاه عصاية، في ناس ممكن تكون قطع طرق، حسن واضح ان الخط يتقطع بشكل كبير، ولكن يعني نحن مقدرون تماما انك يعني تبذل كل ما بوسعك بحيث ان توصل الصوره تماما عبر الهاتف، ولكن المشكله في الاتصالات هو امر خارج عن ارادتنا جميعا. اشكرك جزيل الشكر انت وميسره على اعطائنا فكره لنا عما جرى من واقع ما شاهدتموه. اعود الان الى المشاركين عبر الزوم، وارحب بالاستاذ محمد نعيم من رفح بدايه. استاذ محمد، اهلا بك معنا. خلينا نستطلع منك في البداية، ما هي الأوضاع في رفح الآن؟ يمكن أن تصفها بأي شكل؟ كيف هو المشهد الآن؟ المشهد هو عبارة عن
اتخاذ ترقب دائم لما يحدث ولا لما يحدث وتصريحات حول تصريحات نتنياهو على دخول رفح وعملية برية رفح، الترقب الدائم لمشاهد القصف الذي يحصل في رفح والمجازر التي تحتكم بحقه من وجود عدد كبير من النازحين الموجود مشهد رفح، هناك استياء وحزن كبير من الازدحام الموجود على رفح، غلاء الاسعار الموجود في الاسواق، المشهد في رفح كيف اصفه؟ اصفه انه عباره عن نقطه صغيره فيها مليون و 200 الف انسان لا يستطيعون ان يشعرون بالامان ولا يستطيعون ان يلاقوا لقمه العيش الذين يسكنون الى جفوف اطوال الانهار واطوال. كيف يتمكن الناس يا استاذ محمد من تدبير الاحتياجات في ظل هذا الشح في عدد الشاحنات التي تدخل بالمساعدات كما فهمنا واكتظاظ الاماكن بشكل كبير وان الاسواق نفسها اصبحت ربما ليس فيها ما يكفي وان توفرت في الاسواق فالاسعار خرافيه كما يصلنا من تقارير؟ على الصعيد الشخصي انا ممكن اياها بانه هي عبارة عن رحلة البحث عن ما يتوفر لعملية الغداء أو بيت وجبة واحدة خلال اليوم من بعد الفجر يتم خروج البيت أو الأسرة أو أحد الشباب الكبار إلى الأسواق والتفتيش عن ما هو موجود في السوق من رز إلى رز إلى رز حتى اللحوم الغير متوفرة الأسعار هي توفر بدائل عن الاشياء هذه البقوليات المتوفره هناك عمليه زي ما قلت رحله البحث عن الموضوع انا اليوم الجمعه تعلمين يوم مقدس في الصعيد المسلمين على بشكل عام إلى ما يقارب 5 ساعات لأجل كيلو رز وبسعر 4-5 أضعاف سعره الحقيقي كيلو رز من الكيلو من الرز الذي يؤكل 5 ساعات وأنا أبحث لطعام عائلتي لأجل كيلو رز فقط كيف سأجد ما سيتلزم حتى عملية إخبار هذا الرز كيف سنجد عملية إعمال لوازم عملية إخبار هذا الأرض طيب. كيف سأرجع إلى بعد 5 ساعات إلى أسرتي وأنا أسرتي تتألف من 10 أنفار أو ما يزيد. إذن هي صورة من صور المعاناة التي يحدثنا سكان قطاع غزة في كل المناطق في واقع الحال في القطاع عنها. أشكرك جزيل الشكر يا أستاذ محمد نعيم من رفح. الآن أرحب من غزة عبر الهاتف بالأستاذ محمد قريقع الباحث الميداني في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. أستاذ محمد قريقع أهلا بك ومرحبا معنا. أهلا بك وسهلا مشاهد. أهلا وسهلا. سأسألك في البداية، طبعا كان يفترض أن تكون معنا بالصوت والصورة ولكن طبعا نتفهم أن هناك مشكلة في التواصل من خلال صعوبة الاتصالات بقطاع غزة، ولكن سعداء بوجودك معنا. خلينا نتحدث في البداية عن ماذا وثقتم في هذا المرصد فيما يتعلق بالحادث اللي وقع في شمال غزة في هذا الدوار تحديدا. أنا لم أستمع صراحة إلى آخر السؤال، ولكن نحن وثقنا في المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان جملة من الفضائع غير مسبوقة من الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين المدنيين الذين توجهوا ليلة الخميس تجاه بحر غزة وباتوا ليلتهم على شاطئ البحر العريق بالآلاف من المواطنين، 100,000 مواطن هم يتواجدون في شمال قطاع غزة، جزء كبير منهم توجهوا إلى ذلك الشارع، هذا الشارع هو ممر
من هكذا قالت إسرائيل بالنسبة للسكان الفلسطينيين لتوجههم نحو الجنوب، نحو جنوب قطاع غزة. ولكن هناك وثائق أيضا أخرى وثقت استهداف إسرائيل للمواطنين الأبرياء والآمنين لحظة توجههم نحو الجنوب. لكن فيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية والمعونات التي وصلت عند الرابعة تقريبا، عند الرابعة فجرا فجر الخميس، كان هناك إطلاق نار بشكل مفاجئ ومباغت وبدون سابق نطاق، بمعنى ان الناس دخول المساعدات باكثر من 10 ساعات او 15 ساعه كانوا يتواجدون في المنطقه وفي الشارع وبالمقربه من وصول المساعدات. لكن عندما وصلت المساعدات الناس ذهبوا عليها ولكن لم يتمكنوا من الحصول نظرا لاطلاق الدبابات الاسرائيليه التي تقدمت بشكل ايضا مفاجئ نحو الناس، حتى تجاوزت اعداد كثيره من الناس واصبحت في وسط المقاومه. بشكل مباشر بمعنى جريحه في البحر. طيب أستاذ محمد، هو فقط الخط يتقطع بشكل كبير، ولكن وصلت الفكرة فيما يتعلق بهذا الأمر. هو المشكلة في الاتصالات. كنت سأسأل عن قدرة المستشفيات في شمال القطاع في الوقت الحالي على تقديم الخدمة الصحية للناس، لأنه نعرف بأن الأعداد بالمئات حتى الآن، أكثر من 700 جريح حسب ما تم رصده حسب التقارير الواردة إلينا. على أي حال، كل الشكر للأستاذ محمد قريقع، وأتحول الآن عبر خدمة الإنترنت من رام الله بالسيد عصمت منصور الذي ينضم إلينا الآن، وهو الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. سيد عصمت منصور، أهلا بك ومرحبا معنا في نقطة حوار اليوم. تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام والمتابعين، مساء الخير. أهلا، مساء النور. أرجو أن تكون قد استمعت إلى جانب من الروايات في بداية الحلقة لأكثر من صوت في واقع الحال. كنا حريصين على محاولة استطلاع ما جرى من شهود عيان في موقع الحادث. ما رؤيتكم أنتم لما جرى في شمال غزة في هذا الحادث؟ يعني هذا حادث الوجع فيه مزدوج، من جهة وجع الذين قتلوا واستشهدوا ودهسوا تحت عجلات السيارات وبالرصاص، وهذا يعني بحد ذاته أمر مؤلم، ولكن الأكثر إلام هو الصورة التي كشف عنها هذا الحدث، هذه المأساة. يعني هي كشفت عن حجم البؤس الذي يعيشه الناس والمعاناة والجوع والعوز الذي يعيشون به، ويضطرهم إلى سير هذا المسار من الألم والبحث عن كسرة الخبز، وهذا يدلل على قسوة الحصار والمجاعة المفروضة عليهم. وبالتالي يعني بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة للمجزرة وكيف بدأت ودور هذا الطرف، وهذا مهم بكل تأكيد، وهذا جريمة طبعا ويجب التحقق منها، لكن ربما الصورة الأوسع التي كشفت عنها أنه مثل هذه الأعداد يموتون جوعا أو يتضورون جوعا هم وأبنائهم. من جاءوا إلى هذه المحطة لاستلام المساعدات هم جاءوا للبحث عن كسرة خبز لعائلات تنتظر، ربما نساء يرضعن أطفال، ربما مرضى، ربما كبار في السن، ربما أطفال لا يملكون ما يقتاتون به. ولذلك يعني الناس تدفع إلى هذا الوضع وبغريزة البقاء تقدم على هذا التدافع والاحتشاد. هذه الصورة أعتقد الكبيرة التي يجب أن يراها العالم وأن يلتفت إليها وأن يحاول حلها، المجاعة والحصار الذي يعيشه. طيب برأيك حادث كهذا، هل في ضوء طبعا حالة القلق التي تم الإعراب عنها من الأمم المتحدة، من أكثر من مسؤول، من أكثر من دولة في واقع الحال، هل برأيك يمكن أن يصبح بمثابة جرس إنذار بأن الحرب هذه ربما يجب أن تتوقف الآن؟ نعم، أنا أعتقد أنها هزت ضمير العالم. هذه صدمة لضمير العالم، وهذه وصمة عار في جبين الإنسانية والدول التي يعني يفترض أنه الآن شمال غزة حتى بإعلان إسرائيل هو مسيطر عليه إسرائيليا، لا يوجد فيه كتائب و سيطرة لحماس، وبالتالي ما الذي يمنع
أن تدخل المساعدات وأن يعيش الناس بشكل طبيعي. هؤلاء مدنيين، هذه 700 إلى 800 ألف المتبقين في شمال قطاع غزة هم عملياً تحت حكم إسرائيل. لا يوجد سلطة فلسطينية أصلاً. هذه الفوضى هي فقط ليس فقط تعكس الجوع والمسعى في غريزة البقاء للحياة وتمسك يعني كسرة الخبز من أجل البقاء على قيد الحياة، هي أيضاً تعكس أنه لا يوجد سلطة. الناس تتدافع لأنه لا يوجد من يوزع المساعدات، لا يوجد من يشرف على إيصالها، لا يوجد من يضمن أن تصل إلى الناس وإلى البيوت، ولذلك الناس تسعى وتتدافع. ولذلك هذه أيضا يعني مسألة يجب أن تهز ضمير العالم، ويجب أيضا العالم أن يشير إلى إسرائيل بإصبع الاتهام، ليس فقط على المجزرة بل على الواقع الذي يعني تضع فيه 700 ألف فلسطيني في ظروف مجاعة. أستاذ عصمت، أرجو منك أن تبقى معنا لأني أريد أن أستمع لبعض الآراء وأعود إليك. أتحول للمشاركين عبر الزوم الآن، ومعي الأستاذ خالد حمد من ألمانيا. أستاذ خالد أهلا بك معنا. السلام عليكم للضيوف الكرام. أهلا وسهلا، لو تحدثنا عن رأيك فيما يجري الآن وهذا الحدث الذي يعني يسلط عليه الضوء، ولكن في ضوء حقيقة أخرى وهي أن عدد من قتلوا حسب وزارة الصحة الفلسطينية الآن جراء هذه الحرب وصل لثلاثين ألف شخص الآن. نعم، هذا الحادث يعني هو تعبير عن السياسة الإسرائيلية بشكل عام التي تتبعها ضد الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أم في غزة، وهي يعني مجزرة تلو مجزرة. الناس اهتزت عندما ضرب مستشفى الشفاء، وها هي تضرب كل المستشفيات في غزة، والآن تجري المجزرة الأخرى. هذا تعودنا عليه أيضا في الضفة الغربية من خلال الاستيطان، فحين تبني إسرائيل مستوطنات بعدة مئات يحتج العالم، فتبني 10,000 بالآلاف يعني تبني، فهي لا تنظر إلى الرأي العام العالمي، تمارس سياستها الإبادية للشعب الفلسطيني. وأصبحت سياسة ممنهجة للحكومة الأنصارية اليمينية بأن إسرائيل لا تريد الشعب الفلسطيني وليس لديها أي مشروع بخصوص الشعب الفلسطيني. عندما يقول نتنياهو نحن ضد الدولة الفلسطينية المستقلة، فماذا يريد من الفلسطينيين؟ ماذا يريد من أكثر من 500 مليون موجودين أيضا على هذه الأرض؟ طيب أستاذ خالد اسمح لي أرحب بمعاذ ملكاوي من الأردن. معاذ أهلا بك، كيف تتابع هذه التطورات؟ الحرب الآن في شهرها الخامس، ليست هناك بوادر حتى الآن رغم ما نسمعه من حوارات تجرى هنا وهناك ولقاءات سواء في باريس سواء في قطر أو في مصر، ليس هناك أفق أو بادرة على أن الأمور يمكن أن تحل. كيف ترى هذه التطورات؟ ست إيمان، عندما ننظر لمجلس الأمن الدولي وظيفته محصورة في يد 5 دول، هو مجلس أمن دولي كسيح. أمريكا من بداية العدوان إلى اليوم وهي تستخدم حق النقض الفيتو في منع توقف الحرب، بينما في الأمس وزير الدفاع الأمريكي قال أمام أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي قال أن الذين سقطوا من نساء وأطفال على يد إسرائيل تجاوز رقمهم 25,000. وفي اليوم التالي يمنع إصدار بيان يدين إسرائيل على قتل الذين على قتل أهل غزة الذين كانوا يبحثون عن لقمة الخبز بالأمس على الساحل الشمالي لغزة. وبالنسبة للدول العربية فهي دول عربية يعني تركت غزة لوحدها. إسرائيل استفردت واستأسدت بغزة في ظل هذا الفضلان العربي. بالأمس لقمة الخبز أو الطعام الذي تم إلقاؤه على سواحل غزة هذا طعام مغمس بالدماء، هذه رسالة الدول العربية. بالنسبة لشمال غزة، شمال غزة اليوم هو أصلا مسيطر يعني مسيطر عليه من قبل القوات الإسرائيلية، فلا يوجد هناك نشاط عسكري أو قوات عسكرية لحماس. حماس اليوم متمركزة في جنوب القطاع في خان يونس وفي رفح وبما ضمنهم قياداتهم. اليوم بالأمس هذا العدوان على النازحين في الشمال للأمانة يعني هذا تجاوز كل الخطوط الحمراء، وهذه نقطة فيما يتعلق بمنطقة الشمال والسيطرة عليها نقطة يعني تستحق النظر فيها بشكل متمعن، سوف نحملها لضيفنا بعد قليل ربما من إسرائيل يا معاذ، ولكن أرجوك أن تبقى معنا لأنني أريد أن أستطلع رأي الأستاذ عصمت منصور في الموقف الأمريكي الآن مرة أخرى.
مرة رابعة استخدم فيها الفيتو الآن الأمريكي لعرقلة أي خطوات، كيف تنظر لهذا الأمر تحديدا وكيف يمكن تقييم الموقف الأمريكي؟ يعني يتم منع صدور بيان لمجلس الأمن يحمل إسرائيل مسؤولية مقتل الفلسطيني في شمال غزة، ولكن البيت الأبيض يتحدث عن أن ما جرى في شمال غزة يؤكد الحاجة للتوصل لاتفاق عبر المفاوضات بأسرع وقت ممكن. موقف الولايات المتحدة هو لا يقل تواطؤ وتورط في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، سواء جرائم التجويع أو جرائم تدمير البنية التحتية أو حتى القتل لهذه الأعداد الكبيرة من المدنيين. الولايات المتحدة تدعم إسرائيل ماليا وعسكريا وتؤمن لها غطاء دولي في المؤسسات الدولية كما ذكرتم، تمنع صدور قرارات، حتى بيان حول حادثة أمس وهي مجزرة وليست حادثة عرضية، يعني عندما نقول حادثة وكأنها قضاء وقدر وشيء عرضي، لا، هي شيء مقصود وفعل فاعل والفاعل معروف. لذلك يعني ما حدث بالأمس هو الولايات المتحدة حتى منعت بيان بذريعة أنه يريد أن نوضح الملابسات، وأنا كما قلت الملابسات شيء، والصورة الأكبر حول ما يعانيه شمال غزة شيء آخر تماما، وهو فعل سياسة تدعمها الولايات المتحدة. لفظيا الولايات المتحدة تتحدث عن مساعدات، تتحدث عن قوانين حرب واحترامها، تتحدث عن تجنيب المدنيين والى اخره، ولكن فعليا هي لا تفعل شيء في هذا الاطار لايقاف اسرائيل. ونحن نعلم والعالم يعلم ان الولايات المتحدة تملك القدرة بلحظة ان يقرر الرئيس الامريكي ان يوقف هذه الحرب، هو يوقفها، وعلى الاقل ان يلزم اسرائيل بنهج سلوك معين. الآن الجهد ينصب على تهدئة في شهر رمضان، ونأمل أن تنجح وأن تفتح الباب لتهدئة أوسع وتنهي هذه الحرب، لكن الأمر يتطلب إرادة أمريكية. وأنا أريد ملاحظة بعد إذنك، حتى طريقة حديث الرئيس بايدن يعني وهو يأكل الآيس كريم، يعني هذه حتى غير لائقة، تتحدث عن جوعة وعن مجاعة وعن ناس تقتل تحت جنازير الدبابات ولا تجد ما تأكله، وأنت تأكل آيس كريم، يعني حتى من حيث اللباقة يعني لم يكن موفق في هذه المسألة. أستاذ عصمت، أرجوك يعني خلينا نستمع لأصوات أخرى وأعود إليك. من رفح معي الأستاذ همام الدعليس، أهلا بك أستاذ همام. أهلا وسهلا. طيب لو تحدثنا عن رأيك فيما يجري، وماذا يقول الناس، يعني أي مشاعر يشاعها ما جرى في شمال غزة بين الناس؟ يعني عندما يتحدثون الآن نعرف بأن هناك مناطق عدة تتعرض للنقص الغذاء بصورة أو بأخرى أو بدرجة أو بأخرى، والمجاعة وصعوبة الحياة. ما الذي يشيعه من مشاعر لدى الناس ما حدث في شمال غزة؟ بداية المشاعر التي تشاع هي مشاعر مأساوية للغاية، لأن درجة الإحباط لدى الناس من قوتنا الموجودين في الشمال، لو تعرضهم للتجويع وقتلهم في محاولة الغذاء، طرق لتوزيع هذا الغذاء بالأساس، يعني أساسا غير متوفر توزيع هذا الغذاء بالطرق السليمة في شمال قطاع غزة. هذا ما أقود الناس إلى تجاوز هذه الأعداد الكبيرة على الغذاء بالطريقه المهينه هذه، فهذا اللي وصل الناس للحاله. بالتالي انعكس على الناس الموجودين حتى في جنوب القطاع انه هذا مصيرنا بعد شوي، يعني احنا مش مطولين حتى نكون في نفس المصير. فالمشاعر مأساويه للغايه، ودرجه الاحباط والخوف عند الناس تتزايد من ملاقات نفس المصير نفس الحفل، يعني لكل الشعب. هل من أمال ما زالت لدى الناس برأيك من مسألة احتمال أن تتحسن الأمور قريبا، أن يتم التوصل إلى اتفاق أو هدنة أو وقف إطلاق النار لفترة معينة قبل رمضان؟ لا ينقطع الأمل عند الناس، يعني تجد بين كل شخص والآخر شخص يهون على الآخر، عسى أن تكون الليلة ويترك مبادرة الأخرى، عسى أن تكون هدنة سواء مؤقتة أو دائمة، يعني الناس تجدد الأمل كل ساعة والثانية، يعني إنه مش بلاش نفقد الأمل إنه هذه الخلط يعني أنهت علينا وأنهتنا، ممكن حتى أن تكون أقل، يعني ممكن أن أي لحظة تنتظر، يعني أن تطلب مبادرة، أن يتم التفاهم على طيلة تفاهم معينة، أو يتم إطلاق النار في أي وقت يعني. والناس متأملة ما بين الخوف هذا، لكن عندهم بسيط من الأمل إنه تترك يوما ما.
أشكرك جزيل الشكر همام الدعليس من رفح، وأعود لضيفي من رام الله السيد عصمت منصور مرة أخرى. فقط دعني أذكر بما قاله الجيش الإسرائيلي من رواية، قال إنه استشعر الخطر من وجود ربما مخاطر ما على الجنود والقوات الموجودة، وبالتالي تم إطلاق النار وحدث تدافع وبالتالي حدث قتل وجرح. هذه رواية المتداولة. الآن هناك تحقيقات أو مطالبات بتحقيقات تجرى بشكل مستقل، طلب بها طبعا الأمين العام للأمم المتحدة، سندته عدة دول أخرى. برأيك هل تتوقعون أن تستجيب إسرائيل لهكذا مطالبات؟ للأسف لا نتوقع أن تستجيب إسرائيل. تدرك أنه أي تحقيق مستقل وحقيقي سيكشف ليس فقط هذه المجزرة بل كثير من التفاصيل، وهي تقدم تحقيقاتها وروايتها، وإسرائيل معروف عنها يعني هي دائما تضع رواية مضادة وتلقيها يعني في الإعلام وتنشرها وتصبح وكأنها يعني توازن، هناك رواية ورواية أخرى. ما الخطر الذي يمثله وأشخاص عزل مدنيين لم يثبت أن واحد منهم معه رصاصة أو مسلح على دبابات، جنود في دبابات، ولماذا تكون دبابات قريبة إلى هذه الدرجة من المساعدات؟ يعني حمايتها هم منتشرون في الجو والمسيرات كانت تصور، وإسرائيل تسيطر على كل شمال قطاع غزة عفوا، وبالتالي يعني حتى الوجود العسكري اللصيق بهذه الطريقة هو يعني ذنب إسرائيلي، ولا يشكل المدني على الدبابة أي خطر. لذلك يعني هذه ذريعة دائما تستخدم، دائما حتى عندما مستوطن يقتل فلسطيني في الضفة يكون شعر بالخطر، عندما تكون الجنود النار على أي فلسطيني يكون شعر بالخطر. شعر بالخطر كلمة فضفاضة ويمكن أن تنطبق على أي واحد، هو شعور. طيب. والشعور قد يكون حقيقي وقد لا يكون حقيقي. طيب الآن الأعداد كبيرة للغاية كما ذكرنا بالقتلى والجرحى جراء منذ بدء الحرب، إلى متى برأيك يمكن أن تستمر الأمور على هكذا الشكلة؟ الأمور مرشح لأن تستمر حتى الصيف وربما أكثر من ذلك إذا ترك الأمر لنتنياهو، ونتنياهو طبعا استمرار الحرب هو يخدم شخصيا لأنه يعني حالة طوارئ وعدم الذهاب للانتخابات، ويخدم أيديولوجيا لأن اليمين يؤمن أنه السيطرة على قطاع غزة ولفترة طويلة سيفتح الباب للاستيطان وأيضا يدفع بالتهجير. يعني هذا التجويع إلى ماذا يقود؟ إلى التهجير، الناس تبحث عن أي فرصة للحياة، غريزة البقاء ستدفعها للبحث عن أي فرصة للحياة للفرار، وبالتالي إطالة أمد الحرب يخدم الهدفين الأيديولوجي والشخصي. هناك من يركز على الجانب الشخصي ونتنياهو بقاؤه في الحكم ومصلحته السياسية والكرسي، هذا صحيح ولكن هذا هامشي أمام الاعتبار الأهم وهو الأيديولوجي الذي يعني أن الحرب تخلق مآسي تدفع إلى الترحيل وتفتح الباب لحاجات أمنية تحتاج إلى استيطان، وبالتالي تدور يعني عجلة الاستيطان والسيطرة من جديد على قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر من رام الله السيد عصمت منصور الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. الآن نعود إلى استعراض بعض المشاركات التي وردت على صفحاتنا. هاني رسلان مثلا تبنى نظرية المؤامرة في تفسيره لعدم قدرة أي طرف على إيقاف الحرب حتى الآن. يقول هاني هناك خطة عربية إسرائيلية لن تتوقف الحرب قبل تنفيذها وإعادة هيكلة الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية. درة السيد تقول عن مسألة تقديم مساعدات قطاع غزة عن طريق الجو أو إسقاط هذه المساعدات جوا، تقول مجرد بطولات وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع. إذا كانوا عاجزين عن فتح المعابر بدعوى أن إسرائيل ستقصف الشاحنات فلماذا سمحت لهم بالتحليق في الجو، تتساءل درة. أما أحمد فيرى أن المساعدات الجوية غير كافية واعتبرها ذرا للرمادي في العيون، ما يريده أطفال ونساء غزة هو إعلان العرب وقف الحرب على غزة والضغط على الجانب الصهيوني حسب قول أحمد. عن موقف الدول العربية من حرب غزة بعد مرور 5 أشهر تقريبا على اندلاعها يقول بهاء الفلاحي، هذه مشاركة بهاء، للأسف لم نعد نعول على أمتنا العربية ولا حتى الإسلامية اللتين أظهرتا عجزهما التام، لم يبق لنا سوى انتظار صحوة الضمير الإنساني العالمي من سباته.
مشاركة أخيرة الآن من محمد علي، يرى أن معاناة قطاع غزة سوف تستمر حتى تحقيق إسرائيل لأهدافها غير المعلنة بارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية وتجويع سكان غزة حتى يقبل بالتهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل. كل الشكر لمن أرسلنا بآرائه وتعليقاته أونلاين، وربما إذا سمح الوقت نستعرض المزيد، ولكن يمكنكم طبعا الدخول أونلاين في أي وقت من الأوقات لاستعراض أو للإدلاء بتعليقاتكم في أي وقت أردتم وبأي سبيل أو وسيلة على النوافذ الخاصة بالبرنامج. الآن أستطلع المزيد من الآراء عبر الهاتف. معي أبو إياد من منطقة رفح. أهلا بك معنا أبو إياد. أبو إياد هل تسمعنا؟ مساء الخير. أهلا مساء النور، أنت معنا على الهواء مباشرة الآن. أنت من في البداية من سكان خزاعة بشرق خان يونس، ولكن نزحتم إلى محافظة رفح. حدثنا عن هذه النقلة وكيف هي الأوضاع الآن. احنا تقريبا رحلنا من اربع محافظات من السرديه الى خان يونس الى رفح، واليوم احنا بنعيش مخيمات بلاستيكيه حراره الشمس. الوضع عندنا سيء جدا جدا، معاناه كبيره بنعانيها. احنا اليوم ان 47 بعد المئة بنعيش حياه ضد. النساء كانت في الشوارع اليوم، كل يوم نسمع انباء عن اتفاق هدنة أو وقف إطلاق النار، بننام على خبر وبنصحى على خبر، واللي كل الأخبار متناقضة. وعلى المستوى الإنساني والمعيشي أبو إياد، كيف هي الظروف؟ كيف تتدبرون الأمور في رفح؟ والله المستوى المعيشي متدني جدا جدا. اليوم يا دوب الإنسان المية ضعيفة، ما فيش مية، تنقطع المية، وبيشتروا المية الناس إسرائيل حتى يتمكنوا من الشرب، والحياة ضنكة جدا جدا. هل لديك أطفال أبو إياد؟ نعم. ماذا عن عائلتك؟ نعم. أبنائك والعائلة؟ نعم عندي أبناء متزوجين، وعندي أحفادي والكل بعيش. اليوم النساء كانت في الشوارع، الأطفال بموتوا، المواليد الجديد بتموت، أصبحوا الأيتام والأرامل في الشوارع. طيب برأيك هل لديكم أي أمال في أن تنتهي الأزمة قريبا؟ ربما يتم التوصل إلى توافق ينهي هذه الحرب؟ حتى الآن توافق ما فيش شبر آمن في قطاع غزة. الأماكن اللي تكون آمنة وذهبنا إليها تقصف يوميا. ليس هناك أماكن آمنة في القطاع؟ ما فيش أماكن آمنة، ما فيش من بيت حنون لرفح، ما فيش، ومن خزاعة حتى البحر ما فيش أماكن آمنة. طيب أشكرك جزيل الشكر أبو إياد قديح، نازح إلى محافظة رفح الفلسطينية من قطاع غزة، كان معنا على الهواء مباشرة، أشكره جزيل الشكر. وأرحب الآن عبر خدمة الإنترنت من عسقلان بالسيد كوبي لافي، رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا. السيد كوبي لافي، أهلا بك ومرحبا معنا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بك. هناك تشكيك في الروايه الاسرائيليه لما قيل فيما يتعلق بما حدث في شمال غزه واطلاق النار، ما ادى الى مقتل واصابه العشرات في خضم محاوله هؤلاء الناس الحصول على المساعدات. في بدايه الحلقه استمعنا لشهود عين قبل قليل، لهم روايه مختلفه تماما. هناك دعوات لإسرائيل بإجراء تحقيق شفاف ومستقل، هل تستجيب إسرائيل لهذه الدعوات؟ برأيي عندما ناطق بلسان الجيش قد عمل تحقيق أولي لتقصي الحقائق ولكي نعلم ماذا حدث هناك، لقد وجدنا كمية هائلة من المواطنين يحاولون أخذ المعونات
بشكل ليس منظم، وذلك بعد ما قيل من قبل بعضهم أنهم لا يصدقون أن هناك يتم توزيع بشكل مرتب للمواطنين، لأن هناك أطراف من قبل المنظمة الإرهابية التي قد تسرق الأكل من المواطنين. وأنا عندما حللت وأضفت معطيات، عندما قواتنا عثرت على مخازن يعني سيف، ما بعرفش كيف يقولوها بالعربي، وهناك داخل الأنفاق ملايين من الدولارات والشعب جعان، يعني أنا طيب بس كوبي معلش، يعني المستمع لما تقول سيتوقف عند أكثر من نقطة. المفروض أن منطقة شمال غزة كما فهمنا أنها منطقة مسيطر عليها تماما من الجيش الإسرائيلي، إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية تنظيم أو إدخال المساعدات. الأمم المتحدة قالت أنه ليس علاقة لها بهذه الشاحنات التي دخلت الأونرو ولا تعرف، إذن إسرائيل هي المسؤولة. لماذا لا تقوم بمسألة تنظيم هذه المساعدات؟ وإذا كانت الأمور تسير بشكل غير منظم، هذا يعود في المقام الأول لأنه الناس يعيشون حالة من الجوع، لأنه ممنوع دخول المساعدات منذ فترة طويلة. الناس يعيشون بحالة سيئة جدا بسبب واحد، بسبب أعمال الحركة الإرهابية العميلة لإيران. إسرائيل لن تقصف قطاع غزة قبل 17. طيب ألا يفترض أن هذه المنطقة اعتبرت مسيطر عليها وخالية من وجود مسلحين أو ما يمثل خطر على الدبابات الإسرائيلية في هذه المنطقة؟ المنطقة هذه وكل قطاع غزة ليس مناطق خالية من المقربين. كما تعلمين هناك أنفاق وعناصر حماس جزء منهم يتخبى في هذه الأنفاق. سوف تصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إليها بعد تخطيط عسكري كامل، ولكن عندما تريد إسرائيل إفساح المجال أمام المواطنين أن يستلموا المواد الغذائية، هم ليس العدو الإسرائيلي، ولكن الذي له مصلحة كبيرة بوضع المواطنين لكي يضغط العالم على إسرائيل لوقف إطلاق النار. طيب، هي المنظمة الإرهابية. طيب، عند هذه النقطة نتوقف وأستمع لبعض الآراء وأعود إليك سيد كوبي إذا سمحت لي، لأنه ما زال معي الأستاذ خالد حمد من ألمانيا أستمع منه، وطبعا سأستمع من معاذ أيضا بعد قليل. إذا حماس كما يقول السيد كوبي هي الجهة التي تتحمل المسؤولية، ما رأيك؟ يعني كلام المتحدث باسم الجيش مليء بالمغالطات، يعني هو كل شيء يحكي عن حماس وبالنسبة له الناس غير موجودة، يعني مئات الآلاف من البشر التي تجوع. طيب هو فقط بس قبل أن يعني أسمح لك بالاسترسال وشرح وجهة النظر، هو ليس متحدث رسمي باسم الجيش، هو كان يعني في خدمة الجيش سابقا، فقط وجب التنويه. نعم معلش، بس هو يتحدث وكأنه متحدث رسمي ويتكلم عن الخطط العسكرية يعني في داخل القطاع. على كل الأحوال إسرائيل يعني تقوم بالإبادة الجماعية المعروفة، وأن السكان الموجودين هناك لا يعتبروا كسكان، يعني كل السياسيين الإسرائيليين أصلا ينظروا إلى هؤلاء البشر ليس كبشر، هم يريدون القطاع خاليا من سكان، ولذلك مرة يحكوا عن التهجير، مرة يحكوا عن التهجير القصري، مرة عن التهجير الطوعي. وعندما تغلق الأمور أمامهم ويكون هناك ضغط دولي من أجل إدخال مساعدات، يتم إدخال المساعدات وبالمقابل يكون حائلا أمام استلام هذه المساعدات. يعني ليس هناك إرادة إسرائيلية بإيصال الناس الأدوية والمواد الغذائية والماء والشراب وما يحتاجونه من أجل العيش. طيب خليني أحمل هذه النقاط كما تفضلت بها لضيفي ليعلق عليها كوبي. يقول ضيفي أنه إسرائيل التي تتحمل المسؤولية، يفترض أنها التي تقوم بحماية هذه المساعدات إدخالها للناس، بما أنها التي تسيطر على شمال القطاع الآن وباقية كما سمعنا من النوايا الإسرائيلية. ما ردك كريم؟ ليس لإسرائيل أي مصلحة لا بالتهجير المواطنين
ولا بالقتل الجماعي ولا بإبادة الشعب. ولكن من الذي أطلق النار على الناس يا كوبي؟ معلش، هناك من يقول أن هناك كانت أطراف تطلق النار. أولا كان هناك جنود إسرائيليين عندما حشد الهائل من الناس تقرب إلى قواتنا، كان هناك إطلاق نار في الهواء، ولكن كانت كمان كما قلت سلفا هناك مصلحة لطرف واحد للمس بالمواطنين، يعني الذي يستخدم المواطنين كذراع بشري. ماذا تتساءلون عنه؟ يعني ما هي مصالح هذه المنظمة؟ ألحق الدمار هائل على قطاع غزة. طيب هذا بسبب تفسيرك إيش؟ هذا تفسيرك للأمور. لكن سأستمع طبعا إلى ضيفي أيضا عبر الزوم من الأردن، معاذ، كيف تعلق؟ أن كلام الكوبي وكلام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كلام مليء بالمغالطات. يعني هم كانوا يتحدثون قبل من أيام عن عملية غزو رفح وأنهم سيفتحون ممرات آمنة للنازحين في رفح من أجل الرجوع إلى شمال غزة، بمعنى أن شمال غزة تم السيطرة عليه ولا يوجد فيه أي وجود لحماس، بينما اليوم يقولون أن هناك أفراد من حماس موجودين في شمال القطاع. عندما يردون تلميع صورة الجيش أمام الداخل الإسرائيلي يقولون أننا سيطرنا على الشمال، وعندما يرتكبون مجازر في الشمال في شمال القطاع يقولون أن هناك تواجد لحماس. شوفي يعني اليوم في ظل وجود حكومة مثل حكومة نتنياهو هم يعلمون أن إيقاف الحرب وإيقاف العمليات في قطاع غزة معنى أن الذهاب لمحاكمات والذهاب لإقالات والذهاب لمحاكمة يعني لحل حالة هذه الحكومة اليمينية. لا أعتقد أن يعني حتى في ظل وجود هدنة استمرت لست أسابيع سيبقى هناك عمليات ما يسميها الاحتلال بعمليات نوعية، يعني عمليات من قوات خاصة. طيب. لا يمكن إيقاف الحرب من قبل نتنياهو، هو يعلم أن إيقاف الحرب في قطاع غزة معناه الذهاب إلى محاكمات والذهاب إلى إقالات. وهو يرضى للحكومة اليمينية وزراء اليمين المتطرف لديه مثل سموتريتش وبن غفير. طيب شكرا لك جزيل الشكر معاذ. أعود لضيفي مرة أخرى إذا كان يريد بتعقيب قبل أن نتحدث عن صورة إسرائيل الآن يا كوبي، التي بدأت يعني ليس بعد منذ الحرب طبعا تغيرت أمور كثيرة، يعني أصبحت صورتها تتأثر دوليا شيئا فشيئا، تفقد بعض التعاطف وما شابه. هل تأبه إسرائيل كثيرا عندما يحدث موقف كهذا تتحدث الدول عنه بأنه يثير للقلق، أنه يزيد من يعني صعوبة أو كارثية ما يحدث في قطاع غزة؟ أولا أريد أن أجاوب لضيف الكريم معاذ. أولا عندما قالت إسرائيل عندما تكون المنطقة منطقة خالية وآمنة بشكل تام سوف تطلع بأوامر للمواطنين للتوجه إلى المناطق الشمالية أو مناطق المواصي، ولكن لم يتم ذلك لغاية هذه اللحظة. ولذلك أقول عندما الخطة العسكرية ليس هناك قرار أو أمر من قواتنا، ونحن ننشر بعديد من وسائل الإعلام تعليمات الجيش، هناك لسه مواجهات بين قواتنا وأفراد حماس الذين يفهمون أن هذه بالنسبة لهم حرب البقاء. ولكن قالت إسرائيل وهناك كمان التعاطف للدول العربية الحليفة لنا أن تعرف تماما أن حماس هي خطر ليس بس لإسرائيل بل لكل من يريد الاستقرار في المنطقة. ولذلك لما يتفائلون الناس ويسألون أين العرب أو أين الأمة الإسلامية، الكل يعلمون من وراء هذه العهدة هنا على الراوي. هذا تفسيرك طبعا لقراءة الأمور، ربما قد يختلف معك البعض فيما يتعلق بالمواقف العربية، ربما قد يتفق ربما قد يختلف. أخيرا ربما الوقت يسمح بسؤال هنا في رؤيتك مما يمكن أن يتم يعني التوصل إليه خلال الأيام المقبلة، ماذا يقال في إسرائيل داخليا؟ هل الكل ربما يدفع باتجاه أو الأجواء تدفع باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق النار أو لهدنة مهما اختلفت التسمية قبل حلول شهر رمضان؟ ماذا يقال؟ أولا شهر رمضان الفضيل إسرائيل قالت أن هي مستعدة بشكل مبدئي
لصفقة تبادل المخطوطين، ولكن هناك أطراف أخرى ليس معنية، لأن كل ما ازداد معاناة الشعب هناك ضغوطات على إسرائيل، وكما قلت بطريقة صحيحة هذا يسيء لدولة إسرائيل من ناحية عالمية. ولكن عندما يعلمون وكل الدول الحليفة لنا تعلم تماما كل ما حدث في الشرق الأوسط، إذا ما تم علاجه بشكل صح انتشر إلى الدول الأوروبية وإلى أمريكا وإلى باقي العالم، من عمليات تفجيرية، من عمليات تخريبية للمنظمات الإسلامية المتطرفة. هذا ما يقوله الجانب الإسرائيلي طبعا. طبعا هذا تفسيري، وأنا عندما أرى ماذا يحدث أقول للجميع ليس لنا أي إرادة للمس بالمدنيين أو بالشعب، ولكن من يستخدمه كذراع بشري اللوم يجب يكون عليه فقط لا غير. أشكرك جزيل الشكر السيد كوبي لافي من عسقلان، رئيس فرع الشؤون الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية. كل الشكر لمن شاركونا الحوار من خلال خدمة الزوم أو من شاركونا الرأي والتعليق من خلال الاتصالات الهاتفية أو بالإدلاء بالرأي والتعليق أونلاين. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج نقطة حوار. إلى اللقاء.